بالقصر الملكي بالرباط استقبل جلالة الملك محمد السادس اليوم عددا من السفراء الأجانب، ويتعلق الأمر ب14 سفيرا قدموا لجلالة الملك أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم. سعيد أجانا بعدسة عبد العالم كاوي. بالقصر الملكي بالرباط، جلالة الملك محمد السادس استقبل عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم، ويتعلق الأمر بالسيد يورغان كارلسون سفير مملكة السويد. كما قدمت لجلالة الملك أوراق اعتمادها السيدة أنا يانكوفيتش سفيرة جمهورية النمسا، وقدم لجلالة الملك أوراق اعتماده السيد ناظم عادل أوغلو سمادوف سفير جمهورية أذربيجان، ويتعلق الأمر أيضا بالسيدة أبوك نيكانورا مانيو كاغير سفيرة جمهورية جنوب السودان. كما قدم لجلالة الملك أوراق اعتماده السيد بونيت تلواغ سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا السيد سيغي ساينكو سفير أوكرانيا، والسيد كريستوف لوكورتي سفير الجمهورية الفرنسية، وأيضا السيد كارلوس خوسي دي بينيو أيميلو بيريرا ماركيز سفير جمهورية البرتغال، بالإضافة إلى السيد مامادو كوليبالي سفير بوركينا فاسو. كما قدم لجلالة الملك أوراق اعتماده السيد فابيو شيندا سفير مملكة تايلاند، والسيد إلياس لوبيز أندغادي سفير جمهورية الرأس الأخضر، بالإضافة إلى السيد ألكساندر غيدو لوبيز باغولا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية. كما قدمت لجلالة الملك أوراق اعتمادها السيدة ماريانا سول سفيرة جمهورية فنلندا، وأيضا السيد أحمد باهية سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية. حضر هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.